السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار من قناة عدن الفضائية، والبداية بالعناوين. رئيس الجمهورية يتلقى عدد من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني 27 للوحدة اليمنية 22 من مايو. الجيش الوطني يحرر جبل القراد بموزع بعد معارك عنيفة مع الميليشيا وغارات مكثفة غرب محافظة تعز. الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة في مديرية عسيلان بمحافظة شبوة. أهلا بكم إلى التفاصيل. تلقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 27 للوحدة اليمنية 22 من مايو. وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان في البرقية: يطيب لي بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم أن نبعث لفخامتكم باسم شعبي وحكومة المملكة العربية السعودية وباسمنا أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة ولحكومتي وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق طراد التقدم والازدهار. تلقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 27 للوحدة اليمنية 22 من مايو. وقال ولي العهد السعودي في البرقية: يسرني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم أن أعرب لفخامتكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة ولحكومتي وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. تلقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية مساء اليوم برقية تهنئة من ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 27 للوحدة اليمنية 22 من مايو. وقال ولي العهد السعودي في البرقية: يسرني بمناسبة ذكرى يوم الوحدة لبلدكم أن أعرب لفخامتكم عن أبلغ التهاني وأطيب التمنيات بموفور الصحة والسعادة ولحكومتي وشعب الجمهورية اليمنية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار. تلقى فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تهنئة من أخيه ملك المملكة المغربية جلالة الملك محمد السادس، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 27 للوحدة اليمنية 22 من مايو. وقال الملك محمد السادس في البرقية: بمناسبة احتفال الجمهورية اليمنية بعيدها الوطني يطيب لي أن أبعث لفخامتكم بأحر التهاني مشفوعة بأطيب التمنيات لكم بسابق الصحة والهناء وللشعب اليمني الشقيق بتحقيق ما يصبو إليه من سلم وأمن واستقرار. وأضاف: وأغتنم هذه المناسبة لأعرب لفخامتكم عن تقدير الكبير لأواصر الأخوة المتينة التي تجمع بين الشعبين، مؤكدا حرصه على مواصلة العمل سويا مع فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي من أجل تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف المجالات. وجدد الملك محمد السادس تضامن المملكة المغربية التام مع الجمهورية اليمنية ومساندتها للحكومة الشرعية ودعمها للجهود التي تبذلها من أجل التوصل إلى حل سياسي وفقا للمبادرة الخليجية لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومخرجات الحوار الوطني الشامل بما يحفظ لليمن الشقيق وحدته واستقراره ويمكن من رفع معاناة الشعب اليمني وتحقيق تطلعاته إلى البناء والتقدم والنماء.
تلقى فخامة الرئيس عبدالربو منصور هادي رئيس الجمهورية برقية تانية من حاكم استراليا سير بيتر كاسجروف، هنأه فيها بمناسبة العيد الوطني 27 للجمهورية اليمنية 22 من مايو. وقال حاكم استراليا في البرقية: تثمن استراليا عملنا المشترك معا في رابطة المحيط الهندي، هذا بالإضافة إلى مشاركتها في عمليات القوات البحرية المشتركة قبالة الساحل اليمني، والذي يؤكد على التزامنا في المحافظة على السلم والأمن في المنطقة، معربا عن ثقته بأن روابط الصداقة بين اليمن واستراليا ستستمر في الازدهار الأعوام القادمة. وعبر حاكم استراليا عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته ولحكومة وشعب الجمهورية اليمنية التطور والازدهار. التقى نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر قائد محور عتق قائد اللواء 30 مشاة العميد الركن عزيز ناصر سالم، وناقش معه مستجدات الأوضاع الأمنية والعسكرية. واستمع نائب الرئيس إلى المهام التي تتولاها الوحدات العسكرية التابعة للمحور والاحتياجات التي تتطلبها لتنفيذ مهامها بشكل أفضل. وأشاد نائب الرئيس بأداء الوحدات العسكرية بمحور عتق وما تقترحه من تضحيات وبطولات من أجل تحرير مدن المحافظة وتأمين مناطقها وحماية المنشآت الحيوية ومكافحة أعمال التهريب، مؤكدا اهتمام القيادة السياسية بتلبية متطلبات المحور بما يضمن فاعليته وتعزيز جاهزيته القتالية. وشدد نائب الرئيس على ضرورة التحلي بالصبر والتضحية واليقظة العالية ورفع الحس الأمني والعمل على تثبيت دعائم الأمن والاستقرار وحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب وأعمال التهريب والاهتمام بأوضاع المقاتلين وتلقيهم التدريبات اللازمة التي تؤهلهم لأداء مهامهم العسكرية بالشكل المطلوب، مثمنا الجهود التي تبذلها قيادة المحور بمساندة من دول التحالف في هذا الاتجاه. من جانبه أكد قائد المحور على جاهزية مختلف الوحدات لتنفيذ توجيهات القيادة العسكرية وتحلي الأبطال بمعنويات عالية وسعيهم الدؤوب لترسيخ الأمن والاستقرار، مشيدا في الوقت ذاته باهتمام ومتابعة نائب رئيس الجمهورية. استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح الأحمر إلى شرح حول الجهود المبذولة من قبل وزارة النفط والمعادن لتشغيل القطاعات النفطية المختلفة. كان ذلك خلال لقائه وكيل وزارة النفط والمعادن المهندس شوقي المخلافي للإطلاع على جهود إعادة الإنتاج والتصدير وتهيئة المنشآت الغازية وتوفير الحماية اللازمة للحقول والمنشآت الحيوية. ووجه نائب رئيس الجمهورية الوحدات العسكرية بمختلف المناطق القيام بدورها في الحفاظ على مقدرات الوطن الاقتصادية والحرص على تأمينها، مؤكدا بأن القيادة السياسية تولي القطاع النفطي اهتماما كبيرا باعتباره الركيزة الأساسية للاقتصاد الوطني. رفع رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغن برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عبدالربه منصور هادي رئيس الجمهورية بمناسبة العيد الوطني 27 للجمهورية اليمنية 22 من مايو وفيما يلي نصف البرقية. فخامة الرئيس عبدالربه منصور هادي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة: إنها لفرصة عظيمة أن أرفع لفخامتكم باسمي ونيابة عن أعضاء الحكومة أسمى آيات التهاني والتبريكات بمناسبة حلول الذكرى 27 لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة في 22 من مايو 1990، ومن خلالكم نزف التهنئة إلى شعبنا اليمني العظيم في الداخل والخارج بهذه المناسبة الوطنية الغالية التي تعود علينا وقد اجتازت مؤخرا، وفي ظل قيادتكم الحكيمة وحنكتكم الشجاعة وإخلاصكم الوطني ووفائكم لشعبكم الذي وضع ثقته فيكم واحدة من أخطر التحديات التي هددت كينونتها. فخامة الأخ الرئيس: لم نكن ويشاطرنا شعبنا اليمني العظيم لدينا أدنى قلق أو خوف، ونحن تحت قيادتكم المسؤولة على الوحدة اليمنية، فمن استطاع مواجهة والتصدي لأخطر مشروع انقلابي في تاريخ اليمن وغاياته المتدثرة برغبات وأحلام إيرانية للسيطرة على الخليج والمنطقة العربية ونجح في إنقاذ شعبه بفضل ذلك الالتفاف التاريخي بتشكيل التحالف العربي لدعم الشرعية في إجهاض ودفن مشروع إيران، لن يفرط في وحدة الوطن أو يتركها فريسة من جديد في أيدي العابثين الباحثين عن مجد ومكسب شخصي. ولقد أثبت الأشقاء في دول التحالف العربي وفي المقدمة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لإخوانهم في اليمن وللمجتمع الدولي
من جديد أن التزامهم تجاه أمن واستقرار ووحدة ومصلحة الشعب اليمني كانت وستظل مبدأ ثابتا وراسخا لن يتغير أو ينساق وراء أي مشاريع شخصية. فخامة الأخ الرئيس، يأتي عيد الوحدة اليمنية 27 هذا العام في ظل ظروف مصيرية بالغة التعقيد تشهدها اليمن ومخاض وطني كبير وصعب فرضه استمرار الحرب التي أشعلتها ميليشيا الحوثي وصالح الانقلابية منذ أكثر من عامين، وبرزت معها هذه المرة محاولة فاشلة سعت إلى إسناد الانقلابيين في نصف كل الجهود التي بذلت لتصحيح مسار الوحدة ومعالجة السلبيات والمظالم السابقة التي كان لها أثرها الواضح في تصدع وتشقق هذا المنجز الوطني الكبير، وهو ما تضمنته وثيقة مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل المتوافق عليها من جميع المكونات السياسية والمجتمعية، وحظيت بدعم دولي غير مسبوق. وستبقى الوحدة اليمنية التي مثلت نقطة مضيئة في التاريخ العربي الحديث والمعاصر وثمرة لنضالات وتطلعات اليمنيين شمالا وجنوبا شامخة وصامدة في وجه كل الأعاصير، خاصة وقد أجمع الشعب اليمني تحت قيادتكم على تصحيح مسارها ببناء اليمن الاتحادي وفقا لمخرجات الحوار الوطني المؤيدة محليا وإقليميا ودوليا، بما يؤسس لوحدة قائمة على أساس التوزيع العادل للسلطة والثروة، ولا مكان فيها للإقصاء أو التهميش أو سيطرة لعائلة أو منطقة، فالكل شركاء. إننا يا فخامة الرئيس وشعبنا الكريم نقدر لكم الجهود الجبارة والمخلصة التي قمتم وتقومون بها لترميم ما أحدثته مشاريع التمزيق والتفريق قديما وحديثا، لإعادة رونق وبهاء الوحدة اليمنية كمطلب وطني خالص واحتياج عروبي يؤسس لثقافة أصيلة تدفع المنظومة العربية إلى مزيد من وحدة الصف والكلمة. وإن المعركة التي نخوضها اليوم بقيادتكم مع قوى التمرد والانقلاب والإرهاب ومشاريع التفرقة حتما سيكون المنتصر فيها الإجماع الشعبي الذي يدافع بشراسة عن مصيره وأحلامه ويقف بكل قوته إلى جانب الشرعية لاستعادة الدولة والدفاع عن مشروع اليمن الاتحاد الجديد باعتباره ضمانا ضروريا واجبا لمقاومة الانقلاب وتأمين البلاد من مستقبل مظلم، كما أنه يشكل ضمانا حقيقيا لأمن أشقائنا الذين بذلوا مع اليمن كل غال ورخيص في سبيل الحفاظ على الوطن أرضا وإنسانا وقيادة وشرعية. وأنتهز الفرصة هنا للتقدم بأسمى آيات الشكر والعرفان لأشقائنا في دول التحالف العربي وفي مقدمتهم المملكة العربية السعودية بقيادة ملك الحزم والعزم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وكل أمراء وملوك ورؤساء الدول الأخرى في التحالف الذين قطعوا معنا شوطا كبيرا في معركة إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على وحدتها واستقرارها وتمكين الحكومة الشرعية من بسط نفوذها على كامل التراب الوطني. والتحية والعرفان لأبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يصنعون مع أشقائهم في التحالف العربي بدمائهم وأرواحهم انتصارات الوطن ويعيدون مع كل تقدم ميداني الحياة والأمل للشعب اليمني في اقتراب الخلاص من كابوس الانقلاب ومشروعه الطائفي المتخلف. وفي الختام نجدد لكم يا فخامة الرئيس العهد ومعنا جميع اليمنيين الشرفاء من القوى السياسية والوطنية والاجتماعية وبمساندة أشقائنا العرب بأننا ماضون في إنجاز مهامنا الوطنية إلى نهايتها بكل الخيارات المتاحة والعمل على بناء يمن اتحادي آمن ومستقر والدفاع عن ذلك الحلم الذي توافق عليه اليمنيون ويناضلون من أجله وسيتحقق عما قريب بإذن الله تعالى. الخلود والرحمة للشهداء والشفاء للجرحى والحرية للأسرى والمجد والشموخ للوطن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدكتور أحمد عبيد بن دغر رئيس مجلس الوزراء. بعث رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر برقية عزاء ومواساة إلى وائل محمد أحمد لكو بوفاة والده عميد كلية الحقوق الأسبق بجامعة عدن الدكتور محمد أحمد لكو الذي وافاه الأجل بمصر، ونوه بمناقب الفقيد التي جسدها خلال مشوار حياته الحافلة بالعطاء من خلال عمله في سلك القضاء بمحاكم عدن عقب الاستغلال، ثم مدرسا في كلية الحقوق بجامعة عدن، لافتا إلى أن الفقيد يعد أحد مؤسسي جامعة عدن وكان أول نائب لرئيس الجامعة للشؤون المالية والإدارية،
وكان مثالا يحتذى به في السلوك والانضباط من خلال تقلده عددا من المناصب القيادية في الجامعة وإسهاماته في مجال الشباب والرياضة من خلال رئاسته لاتحاد كرة القدم في عدن وعضويتها في الاتحاد اليمني لكرة القدم وعضوية اللجنة الإدارية لجمعية عدن الخيرية الاجتماعية. وعبر رئيس الوزراء في البرقية عن أحر التعازي وصادق المواساة بهذا المصاب الأليم، مبتهلا إلى الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. اختتم رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر زيارته الرسمية الناجحة لجمهورية ألمانيا، استغرقت عدة أيام بحث خلالها جملة من القضايا السياسية والاقتصادية والإنسانية وأوجه التعاون المشترك بين البلدين الصديقين الذي يمتد عمره إلى عقود طويلة. وكان رئيس الوزراء قد وصل إلى العاصمة الألمانية برلين الأحد الماضي في زيارة رسمية على رأس وفد حكومي رفيع المستوى، ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبد الملك المخلافي ووزيرة الشؤون القانونية الدكتورة نهال عولقي وأمين عام مجلس الوزراء حسين منصور. هذا وقد ترأس رئيس الوزراء جلسات المباحثات الرسمية واللقاءات الثنائية مع عدد من المسؤولين الألمان، وفي طليعتهم نائب المستشارة الألمانية وزير الخارجية زجمار جابريل ومستشار المستشارة ميركل كريستوفوس فجن. وقد حظيت زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا اهتماما رسميا كبيرا، كما لقيت اهتماما إعلاميا كبيرا حيث أجرى التلفزيون الرسمي مقابلة مع رئيس الوزراء ولقاء آخر أجرته معه صحيفة شيكبل وقناة البي بي سي. هذا وقد حظيت زيارة رئيس الوزراء إلى ألمانيا باهتمام بالغ على الصعيد العربي والدولي، كما أنها تكللت بالنجاح الكبير وحققت أهدافها المرجوة، وتفهم الأصدقاء الألمان حاجة أبناء الشعب اليمني للسلام الشامل والعادل على أساس المرجعيات الثلاث المتفق عليها للحل. وقد التزمت ألمانيا لرئيس الحكومة برفع المساعدات لبلادنا بشكل مستمر، وقد قدمت الحكومة الألمانية في العام 2017 55 مليون يورو و50 مليون يورو في مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي عقد في جنيف الشهر الماضي، مؤكدة بأنها تعمل في إطار الأمم المتحدة لتحقيق السلام وإيقاف الحرب التي شنتها ميليشيا الحوثي وصالح على الدولة والإرادة الدولية. اختتمت القمة السعودية الأمريكية في قصر اليمامة بالرياض بتوقيع حزمة واسعة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم طالت مجالات حيوية مختلفة كالدفاع والطاقة والاستثمارات. وفي ختام القمة وقع الملك سلمان بن عبد العزيز والرئيس دونالد ترامب الذي وصل المملكة في زيارة تستمر لمدة يومين الرؤية الاستراتيجية بين الولايات المتحدة والسعودية. وتنوعت الاتفاقيات المبرمة ما بين اتفاقيات لتطوير وتحديث القوات المسلحة السعودية واتفاقيات في مجالات الاستثمار والطاقة. وقال المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض إن العقود المبرمة توسع التعاون بين واشنطن والرياض في المجال الأمني وتساهم في تحقيق الاستقرار في المنطقة، كما تعزز قدرة المملكة على المشاركة في عمليات مكافحة الإرهاب في جميع أنحاء العالم. أكد وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل جبير أن المملكة لن تسمح بوجود ميليشيا متحالفة مع إيران في اليمن. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده في الرياض مع نظيره الأمريكي عقب القمة السعودية الأمريكية. نتابع. مع مجلس التعاون الخليجية كان يعمل على عملية الانتقال السياسي في اليمن، فإن اليمن كانت في هذه العملية تم تأسيس حكومة الوفاق الوطني التي تضم مختلف مكونات الشعب اليمني بالإضافة الشباب والنساء والمجتمع المدني للعمل على رؤية جديدة حول مستقبل اليمن. فكان هناك استعدادات لوضع دستور جديد، ولكن الحوثيين قد خططوا لانقلاب سياسي، فإنهم قد استولوا على السلطة والحكومة وجميع البنية التحتية الضرورية للأمن في المنطقة وفي اليمن. فالآن هناك ميليشيا راديكالية متعاونة مع إيران، مع دولة لديها صواريخ باليستية، فطبعا نحن تدخلنا. ومن اليوم الأول نحن قلنا إنه ليس هناك حل عسكري للأزمة اليمنية، ولكن الحوثيين يجب أن يعودوا إلى طاولة المفاوضات
وستحدد نتائج هذا الحوار مستقبل الدولة. فإن الحوثيين أقلية من الشعب اليمني، فمن غير المقبول أنه سيتم السماح لهم من الانفلات عن العقاب وعن الانتهاكات. فإننا كنا ندعو إلى استعادة الشرعية في اليمن التي الآن تسيطر على أكثر من 80% من الأراضي اليمنية، ولكن لا يدل الحديث في الحقيقة عن التحالف. ففيما يتعلق بالمساعدة، السعودية كانت أكبر مؤمن للمساعدة الإنسانية لليمن، فالمناطق تحت السيطرة الحكومية ليس هناك أي مشكل مع تزويد الناس بالمساعدات. أما المناطق التابعة لسيطرة الحوثيين فهناك جوع، فإن هذا الجوع موجود بسبب أن الحوثيين لا يسمحون بتزويد المدنيين بالمواد الإنسانية والغذائية، وهذا ليس بسبب القصف. الجوع يحدث بسبب أن الحوثيين يعرقلون مسيرة السفن التي ترسل المساعدات الإنسانية. فإننا كنا نوزع المساعدات الغذائية لجميع المناطق اليمنية، فنحن كنا ندير المستشفى في مدينة سعدة وهي العاصمة الحوثية الآن، عاصمة الحوثيين. فهذه المستشفى كانت عاملة ونشطة حتى رغم عن الانتهاكات والمعارك. نحن لا نفرق بين مكونات الشعب اليمني، ولكننا لن نسمح لإيران بالاعتماد على ميليشيا راديكالية متعاونة مع حزب الله. فإننا دائما ننظر إلى الماضي في منطقتنا، ونحن طبعا نقدر الموقف في إدارة دونالد ترامب بشأن تزويدنا بالدعم الدبلوماسي واللوجستي والدعم الآخر. نحن نقيم التفاهم حول ما هو على كفة الميزان في هذه الأزمة، وبفضل هذا الدعم سوف نتمكن من وضع المزيد من الضغطات على الحوثيين لإشراكهم وإجلاسهم على طاولة المفاوضات اعتمادا على مبادرة مجلس التعاون الخليجي، وأيضا بالإضافة إلى قرار مجلس الأمن الأممي. أنا لا أبعد ذلك. وفيما يتعلق بالأوضاع في اليمن تحديدا، فإن تشديدنا يكمن على ضرورة إيجاد الحل السلمي لهذه الأزمة. فإننا نرى الكارثة والمأساة، فإن ملايين الناس على وشك الجوع بسبب أثار هذه المعركة وهذه الحرب. ولكن من المهم أن نمارس الضغوط على طرفي الأزمة لكي يتحدث ما بعدهما البعض، فإن الجهود مبذولة في جميع الاتجاهات. اعتقد ان المتمردين في اليمن والذين قد استولوا على السلطة الشرعية في اليمن يجب ان يعرفوا انهم لا يمكن انهم لن يهمنوا عسكريا، ولكنهم يجب ان يشعروا بانه ستكون هناك مقاومة. أكد مصدر عسكري بمحور تعز أن الجيش الوطني تمكن من تحرير جبل الغراد بمديرية موزع غربي محافظة تعز بعد معارك عنيفة مع الميليشيا الإنقلابية. وأضاف المصدر أن مقاتلات التحالف العربي شنت سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وتعزيزات ميليشيا الحوثي في منطقة الكمب وجوار منزل الجهمي بمديرية مقبرة، ما أسفر عن تدمير 3 أطقم للميليشيا، كما استهدفت غارات أخرى تجمعات للميليشيا جوار محطة الشيبري البرح، مما أسفر عن إعطاب طقمين وشاحنة أسلحة ومقتل العديد من عناصر الميليشيا الإنقلابية. واستهدف الطيران عربة مدرعة وسيارة تحمل مدفع 23 ممطاة في جسر الدرخان بالكدحة غربي تعز، وتدمير عدد من السيارات وعلى متنها عناصر الميليشيا في منطقة الكمب كبدتهم خسائر كبيرة. أفادت مصادر محلية باستهداف الطيران التحالف العربي بأكثر من غارة جوية مواقع ميليشيا الحوثيين في محافظة صعدة. وقالت المصادر أن مقاتلات التحالف استهدفت بأكثر من غارة جوية مواقع الحوثيين في منطقة آل ذرية بمديرية سحار وحيدان بمحافظة صعدة. فرضت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية سيطرتها على مواقع استراتيجية جديدة في جبهة عسيلان بمحافظة شبوة،
وقالت مصادر ميدانية إن اللواء 19 استعاد سيطرته على جبل ولد شميس الاستراتيجي بعد معارك ضارية خاضها ضد ميليشيا الحوثي وصالح في مديرية عسيلان. وقال المتحدث باسم اللواء في عسيلان النقيب مطلق المعروفي إن قوات الجيش صدت هجوما عنيفا ومحاولة تسلل للميليشيا نحو مواقع في جبهة ولد شميس، غير أن ذلك الهجوم باء بالفشل بعد تكبيد المهاجمين خسائر كبيرة في العتاد والأرواح. أعلنت قيادة تحالف دعم الشرعية في اليمن أن قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي اعترضت صاروخا باليستيا أطلقته الميليشيا الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين في السعودية. وأوضحت قيادة التحالف في بيان لها أنه تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار. وأضاف البيان أن قوات التحالف الجوية في الحال باستهداف موقع الإطلاق. قام وكيل محافظة عدن رشاد شاع وغسان الزامكي بزيارة تفقدية لمركز استقبال الحالات المصابة بوباء الكوليرا بمحافظة عدن للاطلاع على الجاهزية ومستوى تقديم الخدمات للمرضى. وطلع على استقبال مستشفى الجمهورية خلال يوم واحد من الافتتاح تسع حالات، بينما بلغ عدد الحالات المصابة بوباء الكوليرا بمستشفى الصداقة 300 حالة من محافظات عدن والضالع ولحج وأبين والحديدة، بالإضافة لحالات مصابة من القرن الأفريقي، مشددين على مواصلة الجهود والعمل لعلاج الحالات المصابة ومكافحة البؤر المسببة لانتشار المرض. قمنا بزيارة إلى مستشفى الجمهورية التعليمي والى مستشفى الصداقه. حقيقه الوضع في مستشفى الجمهوريه لا زال بادئ، لانه قسم مكافحه الكوليرا تم افتتاحه يوم امس والعدد لا زال قليل لا يتعدى 9 افراد، لكن ما وجدنا في مستشفى الصداقه حقيقه رغم يؤشر الى انه الوضع خطير ولابد من تفريغ كل الجهود وكل الامكانيات الممكنه سواء على مستوى المحافظه كسلطه محليه او على مستوى وزاره الصحه ولا منظمه الصحه العالميه وكل منظمات العمل في هذا الوضع. يعني حقيقه نعبر عن استيائنا لما شاهدناه، كون الامر حقيقه فوق طاقه العاملين الموجودين هنا، عدد كبير جدا، وما يوسف له انه هناك ايضا حالات من الاصدقاء الافارقه المارين والافارقه يعني مرقدين الى جانب المرضى من المدينه ومن خارج المدينه. انه الوضع بحاجه الى تدخل عاجل وتدخل سريع من جميع المنظمات. السلطه المحليه ممثله بالقائم باعمال المحافظه الوكيل الاول احمد سالمين عملت اجتماع قبل حوالي تقريبا 3 ايام في المحافظه، وكلف الدكتور رشاد شايع برئاسه لجنه الطوارئ لمرض الكوليرا. اللجنه الان تبذل كل جهودها من اجل سرعة إيجاد كل المتطلبات الموجودة ومحاصرة هذا الوباء. الوباء تقريبا الأكثر الآن والأمراض الموجودة الحالات الكبيرة في مستشفى الصداقة، لكن إن شاء الله من خلال هذه الزيارة سيتم رفع كل المتطلبات العاجلة والضرورية من أجل حصر هذا الوباء وعمل معالجات سريعة في معالجة كل الأمراض وكل المرضى. مستشفانا ومركزنا لا يسع كل هذا العدد من جميع المحافظات، نحن نطالب بفتح مراكز أخرى وأيضا نطالب برفدنا بمتطوعين للعمل معنا سواء كان من الجانب التمريضي أو الطبي عمال النظافة حراسة، إلى جانب احتياجنا أيضا المستمر للمواد الأساسية من مواد التنظيف من مواد التعقيم سواء للمركز نفسه أو للمغادرين من القسم لمنازلهم. محتاجين أيضا لعدد يعني أوفر من الأسرة، الحوامل للسوائل الوريدية، محتاجين تكييف خاصة وإن احنا بفصل الصيف وقادمين على رمضان، قادمين على رمضان، مع أنه هذا لا يقدر المريض ولا يقدر الطاقم أن يعمل في ظل صيامه وظل أنه الجو حار، ناهيك عن أنه مريض الإسهال هو بيجي عنده إسهال وعنده تعرق لكن كده للحر، مع ذلك الآن بتكون الحالة مضاعفة مرتين من الإسهال ومن التعرق الشديد.
دشن وكيل محافظة عدن رشاد شاع وغسان زامكي امتحانات المفاضلة للراغبين في التوظيف بالبنك المركزي اليمني بعدن بحضور الخبير المصرفي الدولي الدكتور محمد مصطفى، وتفقد سير العملية الامتحانية وأشاد بمستوى الإعداد والترتيب لسلامة الإجراءات التي تضمن النزاهة والشفافية في إعلان نتائج المقبولين، مؤكدين أهمية امتحانات المفاضلة للتوظيف في البنك المركزي اليمني الذي يعد البنك الرئيسي في اليمن ورفده بكوادر شبابية مؤهلة وعلى قدر عال من الكفاءة. نظمت مفوضية الكشافة والمرشدات بمأرب ورشة عمل لإعداد آلية تنفيذية وبرامج عمل لخطة العمل للنصف الثاني من العام الجاري. وفي افتتاح الورشة أكد وكيل المحافظة عبدالله الباكري على أهمية دور الشباب في التنمية وخدمة المجتمع، مشيدا بدور مفوضية الكشافة بمأرب وإسهامها في الكثير من البرامج الهادفة. من جانبه أشار رئيس مفوضية الكشافة بمأرب مدير مكتب الشباب والرياضة علي حشوان إلى أن الورشة تهدف إلى مناقشة هيكل المفوضية وتقييم أنشطتها إلى جانب إعداد برامج التنفيذ لخطط العام القادم. ناقش مدير عام مديرية البريقة بمحافظة عدن هاني محمد اليزيدي في اجتماعه بمدير مكتب النقل بالمديرية جار الله جمال الشعيبي، ناقش سير العمل في تحصيل الإيرادات المالية لمكتب النقل واطلع على الأعمال الذي ينفذها المكتب في تحصيل إيرادات الرسوم المحلية لكافة المركبات، والتي بلغت خلال الفترة من يناير حتى أبريل الماضي ما يقارب 500 ألف ريال، بالإضافة إلى تنظيم المحطات الخمس للقضاء على العشوائية في حركة سير سيارات الأجرة في شوارع المديرية. وثمن مدير البريقة الجهود المبذولة من قبل الموظفين والعاملين في تحسين مستوى أداء عمل المكتب وتفعيل الرسوم المحلية وتنميتها، والتي ستنعكس إيجابا في تنفيذ المشاريع الخدمية ذات التمويل المحلي. انتهت النشرة، تذكير بالعناوين. رئيس الجمهورية يتلقى عدد من برقيات التهاني بمناسبة العيد الوطني 27 للوحدة اليمنية 22 من مايو. الجيش الوطني يحرر جبل القراد بموزع بعد معارك عنيفة مع الميليشيا وغارات مكثفة غرب محافظة تعز. الجيش الوطني يسيطر على مواقع جديدة بمديرية عسيلان بمحافظة شبوة. مشاهدينا الكرام، وصلنا نحن وإياكم إلى ختام نشرتنا لهذه الليلة، نلتقي نحن وإياكم في نشرات قادمة. حتى ذلك الحين دمتم في رعاية الله.